واحد ياخذ 4 رواتب، من اكو الدولة؟ واحد ياخذ 3 رواتب من الدولة؟ بشكل قانوني. من الدولة نعم، شلون؟ يصير واحد جوعان ما عنده لفة فلافل ياكل، زين، واحد ياخذ 3 رواتب هذا شلون اخذ 3 رواتب؟ بيه بقانون. اكو فئات معينة يقول لك يحق له ان يجمع بين اكثر مرات. منو هذه ما الفئات؟ نريد نحكي هسه، لا ما غير نريد، نعرف الفئات. هم يعرفوهم. من وزير؟ انا ايش قلت؟ نائب؟ لا لا، ما نحكي عن وزير لا، ونائب، اكو فئات عام بالتالي. موظفين. اي نعم، اكو شرائح معينة. اني مو ضد انه ياخذ زين، يكون عنده رزق، هذا حتى يكون واضح للشعب العراقي. انا ايش قلت؟ اختار لك الراتب الاعلى، الراتب الاعلى. وش خلي اعطيك المثال اوضحها اكثر. وزير او نائب نعم، او درجة خاصة او مدير عام، راتبه زين، يطلع هو مثلا من جماعة رفحاء او من المسجونين السياسيين او عنده شهداء، اني اجلهم واحترمهم. طيب، لكن حينما عنده راتب درجة خاصة، ما يحتاج. انا اتحدث عن الرواتب العالية، زين، ما احكي عن الناس الفقراء. انت من عندك راتب عالي وتجمع بين راتب كمنصب وكسجين سياسي او كرفحاوي او كشهيد عندك، اختار لك الراتب الاعلى زين، والغي البقية. حتى شنو؟ حتى احول اللي ما يشتغل. نعم، يعني ما اريد احرم الطبقات الفقيرة، اريد اجيب لهم فلوس، هل هذا غلط؟ خليت اني بإنصاف. انقلبت الدنيا. زين، بعدني ما طالعة من اللجنة المالية، خلوا اسمي على فيسبوك، وهذا يقول اصفي دكتورة ماجدة، هذا يقول اقتل دكتورة. شلون اشتغل اني؟